كل ما دا احس جواها اكو شيء كبير، يعني كبير، يعني تقدرين تقولين مثل الاشياء اللي تبقى محبوسه بالزور المغدورين من امثالي. بعدين انا ما مستعد اوقف مصالحي من اجل شغلاتكم الفارغه. ما لقاك، ولما يأس قال راح. هو هذا اللي محيرني، شنو اللي اشتغله بعد ما اعوف شغله الملابس؟ اريد اروح على اختي ازهار، صار فترة ما تخابرني، بعدين كل ما أخابرها تليفونها عاطل، أقول يمكن التليفون عطلان وبيها فتشي. بس حقها، حقها تحكي هيك ويشيل خشمها إذا تشتغل بنص هذا النعيم. تعرفين أنا كنت أراقبهم من بعيد لبعيد، بس ما سمعت ايش دا يحجون. ضياء. أيون ضياء. تحبني؟ أكيد إلى أعلم بيها. يوزا تش عليك، مطيت خبر ولا ما مطيت خبر؟ حجي يا عزيزة تقول لمي ملابسك وطلع من البيت هسه وبهدوء وبدون ما يشوفك أو يسمع صوتك أي إنسان. عندك شك؟ يعني كلامك هو اللي يخليني أشك. لا هذول مو بسطة. إيه مو بسطة، اللي يطردوني بليلة أظلم ما إلى قرار مو بسطة.